آلة العود من الآلات الشرقية الساحرة جدا. احنا كمصريين مرتبطين جدا بيها، وثقافتنا الموسيقية دايما مرتبطة بأنغام العود، علشان كده بيكون فيه اهتمام كبير بدراسة العزف على العود بشكل علمي. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن تخرج دفعة جديدة من مدرسة العود المصرية. مدرسة بيت العود المعروف عنها هي تأسست سنة 98، أسسها الأستاذ نصير شمة، الدكتور نصير شمة. فكرة المدرسة هي المدرسة الوحيدة اللي بتتخصص في تدريس أساليب وتكنيكات العزف، مهارات العزف على آلة العود للمدارس المصرية العراقية التركية والغربية. الطالب بيتخرج هنا معاه شهادة إن هو أستاذ، يقدر يزاول المهنة نفسها كأستاذ لآلة العود وسوليست، يعني بتعلمه انه ازاي يكون على المسرح قائد او سوليست بالآلة بتاعته، يقدر يعزف لوحده من اول حفل لاخره. يعني بيت العود العربي مجموعة من الاساتذة اللي تعلموا درسوا تحت ايدين استاذ نصير شمة، هو عازف العود المعروف، وتعلموا اساليب العود ومقطوعات مختلفة، ومن بعد هم ليهم نفس الرسالة، لازم يعلموا الطلبة الجداد بنفس الطريقة وبنفس الكيفية. بالنسبة لحفل اليوم، هو حفل لأحد خريجين بيت العود، أستاذ بيت العود سلام بش من سوريا. هو خريج من الدفعة الأخيرة اللي أشرف عليها الفنان نصير شمة، واللي هو مؤسس بيت العود العربي، وحاليا دي أول حفلة بيقدمها بعد حفل التخرج من بيت العود في القاهرة. فكرة بيت العود اللي أنشأها الأستاذ نصير شمة هي كانت اختزال 4 سنوات دراسة في سنتين فقط، وعلى هذا الأساس تمت الفكرة بيت العود العربي. والفكرة ببيت العود العربي هو تقديم مؤلفات خاصة في آلة العود، على غرار الآلات الموسيقية العالمية مثل الكمانجا، مثل التشيلو، مثل الآلات الغربية اللي هي لها مناهج ولها تاريخ. أصبح لآلة العود تاريخ، وبنفس الوقت أصبح في إلى مؤلفات خاصة في هذه الآلة تكون فقط لآلة العود. هي أول حفلة لي، قررت أنه أعمل فيها كل موسيقى آلية. ماذا تعني كلمة موسيقى آلية؟ يعني موسيقى لا يدخلها غناء، فقط موسيقى آلية صرفة، زي مثلا قالب اللونجا، قالب السماعي، وبالإضافة للمقطوعات الحرة اللي هي من تأليف الأستاذ نصير شمة. من زمان أنا بحب الآلات الشرقية عموما، وبعدين كنت عايزة أتعلم يا إما عود يا إما رق، أو مش عارفة يعني كذا، في آلة كذا آلة شرقية كنت عايزة أسمعها. بعدين لما قعدت أدور كتير لقيت إن العود هي أكتر آلة أنا بحبها يعني، فقعدت سيرش لحد ما لقيت بيت العود هو أكتر مكان توب، فجيت وأنا لسه طالبة جديدة يعني مكملت الشهر. بحب الآلات الشرقية وبحب الفن الشرقي والغربي، يعني بحب أسمع الموسيقى الكلاسيكية، وكمان بحب الموسيقى الشرقية. وعلاقتي ببيت العود علاقة قديمة شوية، من زمان كنت بحضر من أيام نصير شمة، ما كان بيقدم هنا حاجات جميلة قوي، وكان أحيانا بيعمل حفلات حتى مشتركة مع فنانين من الغرب، وبيعملوا زي دويتو كده لطيف بين الآلات الشرقية والآلات الغربية. علاقتي بالمكان ممتدة، ويعني